هي أنغام وإيقاعات سودانية مختلفة ومميزة في الوطن الحبيب، كما ذكرنا واحدة من الملامح الجميلة والمميزة لتراث ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا. يمكن برضو واحدة من الأشياء المميزة والجميلة اللي دايما احنا برضو بنستمتع بيها، بنستمتع بالصوت الجميل وأصوات سودانية مميزة اختلطت بهذه الآلة الفريدة من نوعها والجميلة، آلة الربابة، واحدة من الآلات المميزة اللي عندها سحرها في السودان، اللي عندها محبينها في السودان، واللي عندها فنانين قادرين على انهم يصنعوا نموذج غنائي مختلف مميز جميل من آلة الربابة. وإذا تكلمنا عن آلة البيانو، برضو بنلاقي انه برضو البيانو موجود حاضر في كل الحفلات السودانية وكل المهرجانات الجميلة المميزة. اليوم في استضافة مختلفة مميزة لاهتمامنا بالموسيقى وبالغناء والطرب والثقافة والتراث والإرث الكبير السوداني. داخل الاستوديو معنا الفنان خالد شبشة، احنا مرحب بيه كثير جدا ونقول له اهلا ومرحبا بك خالد. مرحبتين حبايبك استاذه لينا، صباح الخير عليك وصباح الخير على كل اللي بيتابعونا من خلال برنامج صباح الشروق. اولا صباح الخير عليكم. اهلا وسهلا. شبشه يا جماعه من الاسم معناته من شبشه ولايه ثانيه الابد، من حي كل اهلنا في شبشه اللي بيتابعونا الان في الصباح ده. خالد شبشه، انت مزجت ما بين التعليم على اساس الموسيقى في كليه الموسيقى والدراما وعلى الغناء والعزف على آلة الربابة، ممكن أدخلت لها بعض التفاصيل الحديثة، تكلم عن التجربة دي وهذا التماسك يعني. طيب التجربة دي هي طب طبية في جامعة السودان كلية الموسيقى والدراما، درست بيانو، حاليا أنا خريج في السنة الخامسة. عملت المزج ما بين البيانو والربابة، اللي هو الآن أنا شغال عن الربابة والأورجن. مزجت بيناتهم الاثنين. نعم. يعني ما كنت تشتغل بحاجه لوحدها ولا ممكن؟ نعم، عادي. بس انت عملت مزج بيناتهم. بشتغل عادي بالربابه لكن الاورج هو مكمل للربابه. طيب السؤال، انه بدايه كانت 200 بدايه الغناء بالنسبه لك؟ طيب بدايه انا كانت من مدرسه الاساس، مدرسه خاتم الانبياء في طابور الصباح، نطلع في الطابور ومن ثم الى الجامعات والمنتديات الثقافيه. نحيي كل اعضاء منتدى جمعيه الاشواق للثقافه والفنون بجامعه النيلين. يا سلام، هو كانت البدايه والانطلاقه. يا سلام، هو خالد شبشه هسه معروف على مستوى الوسط الفني وبالتحديد محبي التنبور. خلاص نطرب كل المشاهدين كده صباحا وتكون ختام كده، ختامها مسك معاك يا خالد. طيب نسمع اول الاغاني. السكر غلا يا أغنية تراث. السكر غير. السكر غير. أي حاجة غير. أي شيء غير. الأغنية تراث من ألبوم التراث في الريف. آخر المواطن اللي صدرتها من كلمات أخونا الشاعر بريل بلال الكنتوش. ليه التحية ونقول له صباح الخير. ومجازا السكر ده السكر البشر ولا السكر المورد؟ أنت اسمعه ثاني يا حبيبي. جميل جمال جمالا ذات لا بتصف ولا بالقال. جميل جمال جمالا ذات لا بتصف ولا بالقال. يا اخويا كان مشيت غربت تلقى لك بيوت، بيوت ان البيوت بيوتك قال. اوه بيوتك قال كم نقول غلبنا ذي البيوت بسكن رينا الخل الجفال. اوه كم نقول غلبنا ذي البيوت بسكن رينا الخل الجفال.
أهدي شعور والأمم الخالية يا جميل يا بس تواصل ساقي شاقر وحبي شعور البالية أنا ماشي جوا بعيد زاهد الحفاده القرد في العسل وهو يشفي جروح ويتصل بصفاته وانا ماشي جوا جميل يعني ابداع وقلق وبعدين عمليات انك تكون انت بتغني صوت حلو وجميل وطروب وبتعزف عمليه صعبه ما سهله. خلينا يعني نعرف شوي انه كيف يعني دمجت التخصص ما بين العزف على البيانو والربابه والغناء هذه ثلاث اشياء. طيب بالنسبه لي غايته حاجه ما صعبه يعني صحيح. بدايتك البيانو كيف؟ البيانو كان دراسه بدايه انا البيانو دراسه تخصص بعزف بالربابه دي من ثم تاني دمجتها للدراسه مع الربابه. لكن استزادت الربابه اضافت لها حاجات جديده يعني في حتى في الاوتار بتاعتها ممكن تدي لون تاني يعني بالضبط كده حتى الاوتار بتاعتها ذاتها يعني ما قاعد اشتغل بالشغل السماعي يعني حتى الطنبور قاعد اوزن التيونر بالتلفون مع اله الاورج. والله كلام جميل. طيب تأثير بيئتك انت عليك يا خالد الشبشة نحن بنشوف انه شبشة اهل تصوف تمام نعم. وكون واحد يكون برضو من صغير يكون عنده شغف كبير جدا انه يبقى فنان في الحكاية دي برضو بتكون صعبة. هل البيئة كانت داعمة بالنسبة لك انت خاصة في محيطك في شبشة ولا نطاق اسرتك؟ طيب دايما بيقولوا الانسان من بيئته. انا شخصيا في شبشة ما وجدت لكن اهلي الكبابيش اهل الوالدة يوم التحية من هنا في قرية خور المدرك يوم التحية عامة يعني تأثرت بهم هم اللي بيعزف على الرباب اللي لقيتهم قدام يعني هم الأكثر إن شاء الله. جميل. طيب يا خالد الأغنية ذات عندها يعني إضافة الأغنية هي أساس الموسيقى يعني عرفتها فيعني عايزين نعرف أسد ما غنيت أغنية السكر غيلة أغنية حلوة وجميلة شعراء تعاملت معاهم يعني في عدد من الأغنية. طيب أريني يا أخي أدي تحية كبيرة لأخونا الشاعر نزار سراج أحمد الحاج
من الناس اللي وقفوا معي في هذا المشروع وسلموني شعراء، كمية من الشعراء جامعة النيل اليوم التحية عام وكذا. أغلبية الشعراء اللي عملت معهم من الأسبوطانة ولاية نهر النيل دي أغلبية الشعراء. أما الآن أغلبية الألبومات الأخيرة التراث في الريف والتراث بلدنا من كلمات أخونا الشاعر برير بلال كنتوش، هو من مدينة الشبشة. هو اسمه الألبوم الأخير التراث في الريف وتراث بلدنا، ألبوم واحد. ألبومين. ألبومين. نعم. تراث في الريف وتراث بلدنا. جميل يعني. كم ألبوم؟ كلها هي أغاني يعني. أنا عندي أربع ألبومات. أربع ألبومات. نعم. هو جميل إنه نحن برضو نحكس تراثنا ونحكس موروثنا من خلال الطنبور برضو، لأنه الإتهاش في الحياة المختلفة يعني المجتمع الخارجي بعين للاختلاف وحجم التأثير الكبير بالنسبة للآلة اللي بيعزف على الشخص. بالضبط كده. نسمع تاني. طيب نسمع أجنني. غليت السكر وبعد ذلك أجنني هي تراث أكملت كلماتها أنا شخصيا. يا سلام. والحان تراث أكملت كلماته. نعم. يعني هي بدأت وإنت كملتها. أيوة. التراث طبعا عندنا هناك بيكون يعني بيكون بيت ولا بيتين كده. بندي شاعر أو زينة لعوف كلمات، لكن دي أكملتها أنا. بتلحن براك ولا؟ أنا قاعد ألحن براينا يعني بفصل براو، لكن أغلبية التراث بيكون ملحن جاهز طبعا. طيب نسمع. نسمع الجنني. يلا. Thank you.
العلاج جبت واحد بس خبيث يرجع بالذات الطاقة الصباح السمحة مع الناس، يعني الناس يفرفش كده وبعدك تشوف باقي المواضيع الثانية. يا سلام. خالد، يعني زمان كان المنتديات الثقافية المتنفس بتاعكم انتوا تقدموا فيها كل اعمالكم، كمان تتعاونوا مع شعراء اخرين انتوا تتعرفوا عليهم لاول مرة. شوية كده جاحت كورونا ده وقفت اي حاجة، الحكاية وقفت، المنتديات وقفت، الحفلات وقفت، العدادات، الكاشات. فهل نشوف انه خالد شبشه لجا لولايات اللي هي اصلا ما كان مفتوحة بالنسبة لهم الحظ، وتأثير الوقف ده عليكم انتم كيف كفنانين يعني؟ طيب والله الجائحه بتاعت كورونا دي يعني مش اثرت علينا احنا كفنانين، كل اي ما كل الناس لكن انتم كفنانين بالتحديد يعني. اثرت علينا في هي وقفت العدادات زي ما قلت والحفلات، يعني حفلاتنا ذاتها بقت محدوده، مثلا في ولايه النيل الابيض فقط. داخل ولايه النيل الابيض ذاتها تتحرك داخل المحليه فقط، لو جيت طالع بيساون انت من الدويه مارك برا حيطلبوك طالب منك تصريح بتاع مرور وركن الحفلات ذاته موقعه الحل في حاجه الرجول على النطاق الاسري الضيق، يعني يكون في مناسبه على النطاق الاسري يعني. حتى الحفلات ذاتها زي ما قلت لك بقت يعني محليه، بس دويم شبش القرى اللي حوالين شبش. طيب كنتوا يعني بتواصلوا بروفات يعني بتحاولوا تنتجوا في جديد، ما هي فتره وان شاء الله عدد او هدف بس يلا في الفتره دي نحن حاولنا ننتج جديد، الالبوم الجديد هو تراث بلدنا، انتجته في الفتره دي. سمعنا يحمل منه 9 اغاني. سمعنا منه واحده من اغنيات المختاره على ذوقك انت يعني. تسمع ان شاء الله من الالبوم المدرسه اللي قررتكم، هي برضه تراث مع الكلمات اخوان الشاعر بلير بلال كنتوش. المدرسه اللي قررتكم، حي المدرسه اللي قررتكم. كويس دحين من الغلاوه والجنون وشغل التعليم. نعم ان شاء الله. جميل، نسمع. حي المدرسة قررتكم لا تنصروا جابتكم، حي المدرسة قررتكم لا تنصروا جابتكم، I'm gonna make you mine.
السكر والسكر غالي كان سكر المورد ولا السكر العديل ده البشري ده لانه الغلاء المهور وتكاليف الزواج وكذا فانت هسه الظروف دي لا ما هو غنى السكر هو قصده السكر هو بيغني عليه الانثى يعني الانثى السكر غلا ما سكر غلا برضه انا قصدي يعني انه علاقه المهور يا حمزه الزواج يعني ما بخلونا الجماعة ما بتم نصدينهم الحكاية برضو كذا فلو تكلمنا عن الظروف الآن يعني
كان كورونا شفنا العداد بتاعت الفنانين هسه بقت عالية جدا ونشرت في الفترة الأخيرة، برضه الظروف غلت يعني في الفترة دي بالتحديد ممكن ولا ثابتة يعني الميزان؟ والله الظروف المعيشية غلت يا أخي، ضاقت على الناس عادي كده ودي أثرت على العازفين والتكاليف، أثر علي زول والله مثل العازفين براهم يعني العداد هيغلى، العداد وحتى لو غلى يعني ما حيسوي حاجة أنت لو بيزيد عداد حتى تلقى السكر غلى وتلقى الزيت غلى اللحم غلى ما بتقدر تعمل حاجه لو قدرت تشتغل بعدادك القديم لازم تزيد العداده. جميل. طيب قبل ما نسمع اغنيه اخيره، يعني انت شاركت في المنتديات الثقافيه نعم. على النطاق المحلي ويعني اضافت لرصيدك الفني شنو؟ وهل عندك مشاركات خارجيه ولا لا؟ طيب المنتديات الثقافيه والله اضافت لي كثير يعني لو المنتديات الثقافيه اللي كان خارج الشمس حاليا. وهنا تحيي زي ما قلت انا كررت تحيه لكل اعضاء مجموعه الاشواق للثقافه والفنون. وتحية من هنا لأخونا خالد عبد الجليل الجاعي اللي هو كان رئيس جمعية الأشواق في الفترة اللي جيت فيها أنا، وجمعية رزاز لهم التحية، وجمعية ظلال شروق جامعة النيلين. أما المشاركات الخارجية مثلت السودان في جمهورية مصر العربية مهرجان الشباب العربي الموسيقى العربية والتراثية مع فرقة سوى السلام لنا جائزة التميز كان أكيد دليل جائزة التميز لأنه ده تميز وإبداع في حد ذاته بس إن شاء الله حقيقي يعني حمد استمتعنا جدا بحضورك وبطلتك. هنسمع معك أغنية ختامية لكن خلينا نودع المشاهد ونرجع نسمع معك الأغنية جدا. كتر خيرك يا لينا وكتر خير كل التيم العامل معنا في صباح الشروق على جهدهم المقدر ده، وشكرا جزيلا لك وللشاب ما تعرفنا عليه منير حسين كشاح لكل الفرقه المعاك دائما اللي هي متميزه في كل مشاويرك. كتر خير كل الساده المشاهدين، نسمع معاك اخر لقاء ونودع به المشاهدين. طيب نودع المشاهدين ونودع يا اخي تحايا خاصه لكل الاهل لمدينه شبشه، ونفرد تحيه خاصه لاخونا الجميل برير حسين كشاح حفظ اللي هو مصطحب بكل اغاني الاغاني بتاعتي هو باعتباره عازف خاص يعني نعم. كل الحفلات واخونا عمر الدقيل فن الساون واخونا مجد حسين كشاح عازف الثاني اخوه اليوم كل التحايا. نختم باللولايا من اغاني من البوم التراث في الريف من كلمات اخونا الشاعر برير بلال كانتوش يعني الحلقه حاصلين على البرير ان شاء الله في حلقات قادمه ان شاء الله حيكون برير حاضر معنا ان شاء الله نشوفك دائما قدام ويعني تمثل السودان دائما بالجمال والابداع بتاعك. تفضل ان شاء الله نختم بهذه الاغنيه. Hello.
لو المشيك وصبري يتحوشيك لولا يا لو المشيك وصبري يتحوشيك أتخي الدولار لولا يا إن عملة صعبة وشيك لولا يا نظرتك مسكول هذه نظرتك مسكول أمر دي العزال لا لا يا وحمتك للحول لا لا يا وقوارك تين لا لا يا والدالت من العين من العين